لاباس عليكم؟ كلشي مزيان والله. تتوحشكم. عارف راسي غبرت اختي، عارف راسي غبرت بزاف وحق الله. كديري نتوما لاباس عليكم؟ عرفتي تخيلوا اليوم شهر ونص باش ما بوستيت حتى شي حاجه. صراحه اول مره تقريبا تندير هاد الغبره هادي كامله. المهم كانوا عندي ليزيكزامان، نور ليزيكزامان، مابقيتش كنبوستي لكم على انستغرام. صافي بحال دخلت في ديك الكومفورت زون وجاوني الفيديوهات ديال اليوتيوب كياخذوا ليا وقت بزاف بارابور ديال انستغرام. صافي مابقيتش كنبوستي في انستغرام بزاف. سينو اليوم الاول ديال شهر 6، عرفتي انا اكسايتد بزاف لهذا الشهر. يا ربي دوز ان شاء الله زوين، وشحال من حاجه صراحه عندي في هذا الشهر هذا غادي تبقى ان شاء الله. يا ربي يا ربي كلشي دوز مزيان. انتم كديرين؟ كدوزتوا الجهاوي؟ كدوزتوا الوطني؟ كلشي مزيان؟ ما عرفتش دوزتوا الوطني ولا مازال. سينو لك تدوزتوا الله يسهل عليكم، الله يفرحكم يا ربي يا ربي. ولك مازال ما دوزتوش بون كوراج، الله يستر لكم يا ربي. دونك والله الا توحشتكم وحق الله داكشي شدت لها نطره طويله بزاف. ولكن اليوم قلت صافي اليوم الاول ديال شهر 6 غادي نبدا معاكم. صافي والله حتى غنصور معاكم وغنبوستي معاكم ان شاء الله. سينو عرفتي في انستغرام جيتي توجور اكتيف، كنت نحط تما بزاف ديال لي فيديو وكنت تنهضر معاكم تما. عرفتي زيوتو والله ولفت انستغرام اكثر من يوتيوب. الوغ كو انا اصلا بادي يوتيوب هو الاول، ويوتيوب ديال الباسيون ديالي واللي كنحماق عليها. ولكن ماشي مشكل ام باك. صافي المهم كتب لكم واحد النموذج كاين هنا، عرفتي ما بغيتش ندور باسكو انا ناعسه وغتقول لي لا علاش صورتيني وانا ناعسه. وهذه المهم هي هذه اختي الصغيره. سينون بوغ اليوم غادي يكون ان شاء الله فلوغ ديال الاول ديال الشهر. شنو غادي ندير في الاول ديال الشهر؟ البلانين ديال الشهر ويستات بصفه عامه سوا غادي نبارطاجي معاكم وانتم معايا. دونك اول حاجه وجدتها هي you know the love of my life. صايب اختي الكحيله ديالي، هادي ماشي كحيله مي كحيله كحيله، هادي اختي قهويه ها هي. المهم غادي نشربها ديال الاولى بعدا، ديك الساعه ندوزو نديرو تدوليست ديال النهار. عندي شي بزاف ما يدار، غادي نحيد على داكشي اللي عندي في النهار. ابخي ديك الساعه غادي ندوزو للكلينين، غندوزو ان شاء الله للتقضيه، غندوزو شحال من حاجه باسكو فريمون خاصني I have to get my life back together. حيت غير تخربيق وجيت للكوزينه. صراحة توحشت نصور لكم في هاد البلاصة هادي، شحال دابا جينا هنايا وصورنا غبرت والله إلا غبرت ديال بصح. دونك دابا جيت للكوزينه خاصني نحيد عليه واحد الروينة كاينة ورايا. عرفتي شوفوا 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 الروينة اللي كاينة ورايا هنايا كدايرة. غادي نحصص لهاد المعنى هادو، غادي ندير واحد ديب كلينين لهاد الكوزينة هادي كاملة باسكو فغيمون حالتها والأرض موسخة. ومهم غادي نحكو هاد الكوزينه ونحكو هاد البوطه ونحكو كلشي هاد البلاكارات شوفو كيف مطبعين حتى هما. المهم غادي نديرو واحد ديب كلينين هنايا. ليتس جو. دابا العصا باي ذا وي دخلت تريني. سو هابي عرفتي دابا كنت باغا مش حاجه، دابا شحال مره صافي غندخل العصا غندخل العصا غندخل العصا. كنت غندخل العصا غندخل العصا. ولكن دابا صافي دخلت، هذه ثاني تحس عندي سو سو هابي. ايا عيات
كتبغي دابا يلاه جيت عرفتو واحد لا سيونس دازت مخيره الصراحه، واخا وليت كنجي عيانه دزت من تما كتقدي دزت القصبه تنقول حنا القصبه هنا بني ملال هي البلاصه اللي كتقدي. والمهم تخدمت شي حوايج قلالين بزاف، انا غنبارطاجيو معكم دابا نيت ابخي اختي غادي ندخل اختي نغسل الحاتي ونضرب واحد النعسه نتعشى ونضرب واحد النعسه تكون غزاله. بالنسبه للديسير هنايا كاين الخوخ والبطيخ، هنا تما ثلاثه الخبزات خديتهم باش نتعشاو بهم انا وايا باي ذا واي صافي. وبالنسبه لهنايا كاين المنظم، خديت هذا لو ديت اتاي باسكو انا ما كناكلش اتاي، ولكن ايا ولات باغا تشرب اتاي رسول الله ايا كتبغي اتاي وانا ما عنديش سو خديت هذا البراد هذا وخديت ليها اتاي. هنا الحليب ضروري فور ماي ايس كوفي، وهنايا خديت هنايا هاد شو سميتو هاد السكر هذا مقراط اندومي اوف كورس حاضره ديما في اي زمان ومكان. هنا خديت دانونات ريفيات، وهنايا خديت البيض صافي هادشي اللي خديت. ودابا كما قلت لكم عرفتي غادي ندوز غادي نتكا كاو وحق الله الا كاو عرفتي راه باينه فيا فوجهي فوجهي شحال صفر. يلاه تهلاو فراسكم، هاد الفيديو اللي درتها وحق الله غير باش نتلاقى بكم بعدا وفهمتي ونرجعوا لذاك الروتين ديالنا وصافي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، قولوا لي في المزيد اللي تبغيو تشوفوا في الفيديوهات اللي جايين، قولوا لي واش توحشتوني وكلشي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، السلام عليكم.